سلام، أهلا بكم. في هذا الدرس سوف نقوم بشرح كيفية إنشاء بروجكت في الويب ستار عن الجافا سكريبت. باه ننطلقوا الدورة تاعنا في تعلم لغة الجافا سكريبت، سواء ابري لانستالاسيون تثبيت الويب ستار، هذا اللي تيتور أنا اللي نفضله، سواء للمبتدئين في البرمجة سواء للمتقدمين في البرمجة. ويب ستار سي ان اديتور اوتو كومبليت، صافي دير يكمل لك الكود، وهذه سهل على تذكر لي كوموند de JavaScript. Donc soit double clic ici après l'installation, soit nous choisirons terminal, exécuter par terminal. On préfère, يعني terminal parce que c'est très pratique. Donc, يعني جد فعلي, يعني فعلي, يعني la commande أحسن. Après, روح الشمال وين يتواجد الويب ستور. يعني أنا عندي راهو في الدوسي برينسيبال ويب ستورم بي، فوالا هذا هو الشومان. انا نهز الدوسي ديريكتومون، كولي ايشي نسيبريمي جوست سيت بتيت بارتي، نجيو هنايا ندخلو هذا فايل سي دي الشومان. ابخي انا الاس راح ينعتنا كاع لي فيشي هادو لي يتواجدو في هذا الشومان كاع راهم هنا. دونك من بيناتهم هذا الويب ستور دوت سي اش. دونك كي تلقى هذه هنايا داكور رانا في المسار الصحيح، جوست نكتبو سيت كوموند، هذه لا كوموند. ابري ويب كوم سا، ابري انتر اونطري، نضغط على المفتاح اونطري، ابري ننتظرو الويب ستور مي ديماري. فوالا يعني ديماري. دونك هذه هنا ما عندناش بزوان بها، هذه ما عندناش بزوان بها. كما قلنا رايحين في هذا الويب ستور ايديتور اللي مفضل ليا وننصح به الجميع، يعني باش يستعملو باسكو تري افيكاس وفعال جدا. دونك ننشئو بروجي تاعنا باش نطلقو دورة جافا سكريبت، باش نطلقو دورة تعلم جافا سكريبت. دونك هذه هي الانترفاس، هذو هنايا لي بروجي اللي انا نشأتهم من قبل هنايا في البار منا. من هنا هذه هي الانترفاس اللي تهمنا، هذا هو الويب ستور ميديتير. دونك ايسي كرييت اوبن كرييت نيو بروجيكت، هذا واش نحوسو حنايا كرييو بروجي جافا سكريبت. دونك نشرحو واش معناتها هنا. اوبن حاب يقول نفتحو النوتر، نفتح نقوم بفتح بروجي ديجا ساجي، نفتحوه من هنايا ونستعملوه سواء نزيدو فيه ولا نقصو منه. فوالا هنا تشيك اوت فور كونترول، هنا كاين عدة خيارات تاع لا فيرسيون، فوالا فيرسيون جات هاب سي في سي جيت. دونك فوالا هذه هنا متهمناش، احنا اللي يهمنا هو هذا، يهمنا هذا يعني كري نيو بروجيكت. كليكيو هنايا كري نيو بروجيكت. نسيت حاجة ما شرحتهاش، هي هنايا باغزوم كونفيغوراسيون. هنايا في الكونفيغوراسيون يعني تقدر تكونفيغيري، كاين بزاف حوايج هنا تقدر تكونفيغيري، باغزوم سيتينغ، فوالا فوالا. هنا في سيتينغ كاين بزاف عفايس، من بيناتهم لابارونس باغزوم، واش ليديتور تاعك حاب تخيرو، حاب تخير كوردوفا ولا جي تي كا بلوس ولا انتيليجي. موا نستعمل هذي. دونك موا جي كليك سيغ سا. كاين با مال دي شوز ايسي، باغ اكزومبل كيفاش دير لي كولور، فايل كولور كيفاش راح يكون. دونك انا بار ديفو نخلي كلش بار ديفو، يعني الكونفيغوراسيون تاعي هكدا، نحب تكون هكا. لابارونس كيما قلت نخير هادي، سا ديبون نتا واش تحب، تحب تخير هادي هادي، دونك انا نخير هادي. ابري اوكي، دونك هنا سيتينغ، دونك انا ننصح يعني تخليها بار ديفو. اوكي كيما قلت نجيو هنا ونكريو هادي كونفيغوراسيون. هنا كيما قلت نجي هنا نكريو نيو بروجيكت. نيو بروجيكت كيما راكم تشوفو هنا كاين بزاف خيارات، من بيناتها امتي بروجيكت يعني بروجي فارغ ما فيه حتى حاجة، اتش تي ام ال، وهذا واش حنا هذا واش يهمنا، يهمنا هو الاتش تي ام ال، يعني اتش تي ام ال 5. لانه علاش نديرو هنا ما تلقاش هنا باغ اكزومبل ما يعطيكش خيار جافا سكريبت، علاش؟ باسكو جافا سكريبت باش نديرو ان بروجي جافا سكريبت لازمنا اصلا ستراكتر تاع الصفحه اللي هي يبنيها لنا الاتش تي ام ال، وداخل هذا الدوكيمون اتش تي ام ال راح نكتبو كود جافا سكريبت. دونك دائما وابدا باش نكريو كود جافا سكريبت يخصك تكري بروجي اتش تي ام ال، والبروجي اتش تي ام ال كيما نعرفو فيه تقدر تحط فيه ان تاك كي سابيل سكريبت، راح نتعرفو عليها من تقدم الدروس. هذه تاك سكريبت داخل تاك سكريبت هذه راح يكون كود جافا سكريبت. فوالا سواء نكريو ان فايل على الاكستيريور، وهذا الفايل جافا سكريبت تكتب فيه غير كود جافا سكريبت، وهذا الفايل تربطه بالدوكيمون تاعك اتش تي ام ال.
راح نشوفه اذا مع تقدم الدوره. دونك ان بروجي اتش تي ام ال جافا سكريبت مي تيكزيستاش هنا بين الاقتراحات هو هنا في الاتش تي ام ال 5. دونك جوست هنا اتش تي ام ال 5 نخيرو البروجي تاعنا وين نحطوه. انا هنا نديرو نسميو الفايل تاعنا بايثون اول 2 فوالا اول 2 كومسا اول 2 هنا المشاريع راهو في البيرو يعني راح يكري هنا غير هنا برك اوكي كرييت فوالا كما راكم تشوفوا اكري هنا هنايا دونك فوالا اول 2 il démarre loading project. دونك il est en train de تحميل البروجي الخاص بينا فوالا. دونك حنا ننتظروا شويه هنايا داو لينك زيب ارشيف ليسونسيال حنا يعني ما يهمناش واش راح يحمل لنا هو هنا لودينغ بروجيكت راح يحمل لنا دي فيشي جو سي با يعني تاع البروجي اتش تي ام ال مي حنا واش يهمنا يهمنا انه البروجي تاعنا راهو اتش تي ام ال ونعرف بلي حنا في اتش تي ام ال كما تعرفنا في الدورات السابقه على اتش تي ام ال سي اس اس انه كي تكري ان دوكيمون اتش تي ام ال في هذا الدوكيمون اتش تي ام ال كاينه لغه تحكم في لي كولور في الديزاين اللي هي سي اس اس دونك سي اس اس تكتب داخل اتش تي ام ال. نفس الشيء بالنسبه للجافا سكريبت يعني هو عباره عن تاغ يتكتب داخل يتكتب داخل الاتش تي ام ال. سي اس اس يتحكم في الديزاين جافا سكريبت يتحكم في تفاعليه الصفحه كي تكليكي على ان بوتون باغ اكزومبل كي تكليكي على ان بوتون باغ اكزومبل tu as un boîte de dialogue يعني علبه حوار يقول لك فوالا هاي فروم جافا سكريبت باغ اكزومبل. هذه هنا الاداء تاع هذا الشيء هو الجافا سكريبت اللي يقوم به. دونك هذه هي مع تقدم دوره ان شاء الله راح نتعرفوا بلوس اون ديتاي كيفاش الجافا سكريبت تكتب داخل دوكيمون اتش تي ام ال وخارج دوكيمون اتش تي ام ال. وهذا يعني في هذا الدرس بالخصوص الهدف منه هو كيفاش نفتحوا بروجي جافا سكريبت فوالا فوالا. دونك كيما هنا نشوفوا ننتظروا شويه البروجي تاعنا راهو يتحمل فوالا لودينغ يعني سا بخون ان بو دو طون مي سي با غاف يعني ياخد شويه من الوقت حنا ننتظروه فوالا كيما رانا نشوفو هنايا تقديم اللينك. دونك هذا هو البروجي تاعنا تكريا هنا كيما رانا نشوفو البيرو اول 2. دونك هنا خلاص انتهى. دونك حنا ما خصنا غير واش هي هذا هو البروجي تاعنا اكسترنال جست نجيو هنايا فايل ونكريي دوكيمون تاعنا اتش تي ام ال. دونك نكتفيو بهذا القدر يعني من في هذا الدرس. دونك سي جست نعتنا وشرحنا كيفاش نقومو بانشاء بروجي في جافا سكريبت. في الدرس القادم ان شاء الله راح ننطلقوا في اول تطبيق في جافا سكريبت. سلام.